الكويز مجموعة من الأسئلة ياسين تجاوبني بكلمة واحدة ما غير متخمم بعرفش. تفضل. نبداو. حاضر. إن شاء الله. شكون أحسن لاعب تونسي تاو مازال ينشط؟ يوسف. أحسن لاعب تونسي في التاريخ؟ طارق ذياب. لاعب تونسي تشوف قادر ينجح في الاحتراف بخلاف ياسين مريح؟ غيلان شالين. أقرب لاعب ليك؟ سليم المحشبي. لعبتوا في صفاقس مع بعضكم؟ أي. شكون أحسن مدرب تونسي؟ برشا مدربين برشا. واحد اعطيني اسم واحد. برشا برشا برشا. هذا سؤال محرج ياسر. يتغشوا عليا المدربين الاخرين. سميني زوز. شكري خطفي. باهي احسن مدرب ترينيت عنده. شكري خطفي. مدرب عنده فضل عليك. والله هو شكري خطفي. وسينابي المعلول زوز. زوز عندهم هما برشا مدربين. زوز هذوما عطاني واحد عطاني شانس باش نلعب في الرابطه المحترفه الاول. وسينابيل عطاني شانس باش في المنتخب. في المنتخب اكيد. انت وغني مش على لي فرد ماتش وقلت سيكم الزوز. ايه ماتش مصر. باهي مهاجم تونسي انت قلعته حساب. توا الشواط. ماتش ما تنساهش. ماتش اللي توالف في صفاقس. اني الماتش؟ ماتش الواحد واحد. ما كيت فيه انا بينالتي. وعلاش ما تنساهش؟ على خاطر كنا خاسرين 1-0 ونحن نلعب ونلعب ونلعب والكرة عكستنا وفي الاخر معناتها ربي سبحانه كافئنا بضربة جزاء في وقت صعيب وشكون قدامي البلبولي جول وانا والثاني عام ليا في ساقس ماشي شويه اكيد ماشي شوت البلانتي ونشوف البلبولي ويمشي يمشي بعد الحمد لله ربي وفقني ما كان اجمل بونتو سجلته ضد النادي الافريقي في راتس كيف البونتو سفل شوت هزيت كورة من السنتر وقتها تريبلت بالعيادي ذولي غازي وكملت نجري بها والديفونس مؤخر قبل الدزويت عطيتها فراب شوتها فراب لزميلي واخي العزيز سيف الاحول اللي قلت له باش ماكل قبل الماتش الحمد لله يا ربي ماكيت له وكان هو بناك وتخلى هو شد وانا ماكيت له باهي هدف ما تنساش هدف الكونغو اكيد انيس بدري ليه هدف غادي ملكيته وانت بلانتي ولا بلاس بلانتي نسيت وين باهي بونتو تمنيت لو كان كنت انت سجلته تاع البدري الكونغو في الكونغو لا نس كل بابا من بين البونتو اكيد بونتو جاب لنا كوب دو مون يمكن انت الرابع ولا الخامس يجاوبني نفس الجواب لان سونساسيون روعه حكمه تامن بها اخدم مصب حاجه فيك ما تعجبكش قبل لا توا لا الحمد لله نحكي ياسر مع لابيت ونتنافس برشا مي توا الحمد لله نحيتها في اليونان ولا نحيتها قبل مليونين قبل شويه مليونين بديت نحي فيها حاجه تحلمت منها وانت صغير وعرفتها توا الحمد لله وانا صغير الحمد لله امي وبابا الحمد لله خلوني مش محلوم من حال متصور الشهره شو مش مشهور باهي الشهره اي باهي الشهره اللي يعرف يتعامل مع الشهره باهي الشهره تعاونك في البوسطه في العطار يبجلوك هكا لا لا بالعكس اما تعاون في حاجات ما خير الشهره اما اللي يعرف يتعامل مع الشهره انا واحد من الناس نقول حاجه باهي شكون احسن لاعب في العالم؟ ليونيل ميسي احسن مدرب في العالم؟ كلوب تاع ليفربول القدوه نتاعك في البلا ولا تونس؟ في اي حاجه بو انا الكوره ما تفرجش فيها برشا مي لازم يكون حتى مش في الكوره معناها شخص عادي معناها كوارجي مش حتى لازم كوارجي لا لا قدوتي انا راموس حتى في العمل نتاعو في التيران خاطر اللي تفرج في سيرجيو راموس انا ديما نتفرج فيه نحط ريزومي واحد نتفرج فيه اللي تفرج في سيرجيو راموس لا 4-5 سنين اللي عملهم الاولانيين في الريال تاع انسان عمره ما يكون جواب ولا 4-5 سنين اللي عملهم في الريال توا تا اقوى ديفونسور في العالم واقوى انسان تنجم تشوفه معناتها الخدمه والصبر هو من لو كان يدروا يلعب شفت مع تحمى ايامات رونالدينو وانا تفرج فيه برشا معناتها رونالدينو جاب عليه الماء كما قلنا مي توا راموس يقوي باهي فريق في العالم طموحك توصل تلعب فيه ريال مدريد نجم نشوفوا ياسين في ريال مدريد شوف بالنسبه لي انا ديما نحكي والعباد ديما تضحك تقول شبيه هكا علاش ديما التونسي هكا عندنا النقص في الواحد هو محمد صلاح يلعب في القمه شنو الفرق بين مصري وتونسي معناها على غالب انا ديما نحكي وبرشا عباد ياخذوا كلامي معناتها تفاد ليك كذا ثقه في ربي ما فما حتى شيء مستحيل ربي نجم يعمل اي حاجه في الدنيا هذه الخدمه والصبر ولازمك تتظلم في الكوره اذا ما تتظلمش ما تحسش بلذه من بعد النجاح اذا ديما ناجح 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 صدقني ما تحسش بلذة النجاح ان شاء الله سيرتو ما تختارش الفلوس توا تمشي للخليج خلي بعد 30 نمشي كمل في اوروبا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله واحد ديما المخير باقوى سؤال تسالك في انترفيو
رغم ان انت قلت ما تحبش ما عملتش برشا انترفيو ما تشيش برشا. مره في فيتالي قالوا لي انت مرتبط ولا على وانا من حق وانا ديما علاقاتي سريه ما نحبش حتى علاقتي مع مالتي قبل ما نخطبها ما نقولش معناتها انا عملت لك مشكله. قلت لهم ليه يا اخي المدام يا خويا تغشت وقالت لي مش معقول يا خويا رجل الاعتبار راني مخطوب تاع لا يا بيه البنات معناها اللي طالعين انا حاجه سكر البيت. لا لا انا الحمد لله ما عندي من سكت البنات خاطر باخر سؤال وانت جاي خام تقول شنو يسالني زعما اكيد اكيد ومن بعد قلت نسال ومن بعد قلت نساش خليها مفاش اخير. شنو السؤال توقعته هكا ما جاكش؟ لا سافا توا جبت له كل شيء مريق المنظم باهي كانت هذه لوكويز.